معينا وين ما كنتوا قاعدين تحضروا هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أم بي سي في أسبوع، لكن اليوم هذه الحلقة مميزة بامتياز. ليش؟ لأن المكان اللي نحن فيه مميز فوق ما تتخيلوا. نحن اليوم موجودين في قلب معرض الكتاب الدولي بالرياض في نسخة الثانية، واللي افتتح اليوم في واجهة الرياض، واللي راح يستمر حتى 10 أكتوبر. مشاهدينا ومستمعينا، ليش هذا حدث مهم جدا؟ بداية لأنه تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهذا الأمر رعايته الكريمة تعطينا رسالة مهمة، رسالة تأكد أهمية القراءة للفرد وللمجتمع. أهلا وسهلا فيك يوسف. أهلا تغريد، وتحية طيبة أكيد لكل المشاهدين والمستمعين. نعم، نحن في حدث ثقافي بارز يقام في السعودية، ونتحدث هذا العام عن 1000 دار نشر، وكذلك عشرات الدول المشتركة في المشهد الثقافي الوطني. نتكلم تغريد عن أسلوب جديد ونقلة في المعرض هذا العام، ندوات أسماء كبيرة عملاقة في المشهد العربي، ضيف ثقيل مثل العراق، كذلك الموسيقى حاضرة، في تنويع وفي أيضا تنوع. صحيح، جاز التعبير بالتأكيد. ولأنه هذا طبعا الحدث والمكان اللي احنا فيه كبير جدا وضخم وثري غني بكل زواياه وأماكنه، ما حنقدر أنا ويوسف طبعا نغطي هذا الشيء لحالنا. صحيح. لذلك زملائنا بالتأكيد من داخل المعرض محمد المشاري وأحمد النواصي، نقول لهم أهلا وسهلا فيكم. تحية طيبة تغريد يوسف. إذا سامعين رد علينا. موجودين في أروقة هذا المعرض لنقل صورة حية ومختلفة لهذه الفعالية الأضخم والأكبر على مستوى الشرق الأوسط بكل تأكيد.